التربية في هذا مفهوم التربية يعني المدرسية في هذا الإطار، يعني مفهوم التربية هو أشمل، يعني التربية اللي عرفوها كان وقت اللي نربيو معناها نحطوا تلامذة باش يعملوا المشاركة في المقررات، لا التربية هي أكبر من ذلك، التربية هي معناها أن نربيه على أن يحترم مدرسته وأن يحترم مدرسيه أن يحترم زملائه، هذا فعلا ما يحتاج إليه التلميذ في هذه المرحلة. ثم يعني هل لابد للتلميذ من أن يتعلم الديمقراطية والمواطنة؟ يعني هل هذا هو الشكل الوحيد الذي سيتعلم به التلميذ يعني الديمقراطية؟ كان المشاركة في المقررات المدرسية اللي هي أصلا يعني عبارة على يعني مشاركة صورية لن تزيد فيه. ثم أنكم لم توضحوا بالضبط كيف ستخدم المشاركة يعني في هذه المقررات، كيف ستخدمه فعليا في إنتاج جيل مواطن. أنا أظن أنه فعلا المدرسة تحتل يعني الجانب التربوي أكبر من الجانب التعليمي، وربما لأنه يعني غاب الجانب التربوي في مدارسنا هو ما انتشر الآن من فوضى ويعني قلة نظام، وهو ما أدى بنا إلى أولا تدهور مستوى التلاميذ أخلاقيا ويعني على مستوى المادة العلمية يعني عندهم. ولهذا نحن يعني أرجع وأقول أنه نحن ضد مقولة هذا المجلس الذي يرى بمشاركة أو تشريك التلاميذ في المقررات المدرسية لأنها لن تفيدهم ولن تزيد فيهم، والأولى بنا أن نعالج المشاكل الأساسية التي يعاني منها التلميذ. نحن نطالب عوضا أن نطالب بتشريك التلميذ، نحن نطالب بمدرسة وتوفير جو سليم يعني يستطيع فيها التلميذ أن ينال أبسط حقوقه وهو حقه في التعليم. نطالب بإصلاح وإعادة هيكلة المنظومة التعليمية اللي وقت ما نصلحها وقتها بالذات سوف يعني نصل إلى تعليم التلميذ الديمقراطية مش بهذا القرار اللي هو قرار سوري. وكيف ما قلت إن المجتمعات العربية دائما تأخذ العناوين الرنانة وما يعني ما تركزش في لب الموضوع اللي سيخدم فعلا فعلا حاجية التلميذ في تلك المرحلة التي قلتم أنها مرحلة بناء، وبما أنها مرحلة بناء الأولى بناء أن نبني فيه قيم الديمقراطية، أقول قيم الأخلاق، أن يتعلم كيف يحترم زملائه، أن يتعلم كيف يحترم مدرسته، أن يتعلم كيف يعني يحترم الإطار التربوي، وحينها فعلا سوف نخرج جيل ديمقراطي وواعي ومواطن. وشكرا. حضرنا الكريم، نذكر بنص مقولتنا اليوم أن هذا المجلس يمنح التلاميذ حق التصويت على مزية هموم مدارسهم، ونحن كفريق موالاة نؤكد على هذا مشروع القانون، ذلك أنه سيكون هذا القانون موجه لتلاميذ المعاهد الثانوية، ويكون معناتها هذا التصويت يكون استشاريا محدودا، ذلك لما له من بعد تربوي نفسي، اذ انه يكون مواطنا فعلا، وذلك اكدنا على الصفه الاستشاريه، ويبين قضينا ايضا البعد التربوي لهذا القانون صنع مواطن يمارس ويؤمن بحقه الانتخابي، فان تعود التلاميذ وخاصه في هذه الفتره العمريه يجعله سلوكا حضاريا فيما بعد. كذلك ما المزايا لهذا القانون عديدة، هو جعل العلاقة بين الطاقم التعليمي والتلاميذ علاقة تواصل وبناء مشترك عبر أخذ هذه القرارات. تحدث كذلك أذكرك أذكر أن فريق سيرة تحدث على طلاب معهد، هم تحدثوا على تلاميذ معهد وليس طلبة. تحدثتم على بناء محدود يعتمد على النظري فقط، تحدثوا على التحرش والعنف. أليس عبر اقتراح قوانين تشاركية بين طاقم التعليم وبين التلاميذ هو الذي من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة؟ كذلك يعلم هذا القانون التلميذ عملية التشاور والتفكير والإقناع، هي دراسات ليست نتيجة وإنما أصول وقيم نبنى عليها ونسعى إلى تحقيقها. كذلك تحدثوا عن الوعي والبيئة غير الصالحة، كيف سنقوم بعملية تغيير التكلفة بالتدرج؟ قليلاً نسعى من خلال هذا القانون إلى إنشاء مواطنين
فاعلين مسؤولين يدركون حقوقهم وما عليهم من واجبات. ذلك أن نعود إلى مشكلنا الأول، وذلك عدم مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة. يعود لماذا؟ لأننا لم نتربى يا سادتي على حق الانتخاب ومعنى الانتخاب وأن نكون جزءا في صنع القرار. كذلك إن عملية التعليم لها بعدين، بعد نظري وبعد تطبيقي. وكيف ذلك إذا اكتفينا فقط بمادة التربية المدنية؟ ذلك يجب أن نعلم التلميذ كيف ينتخب، ولماذا ينتخب، ولماذا يختار A ولا يختار B. لذلك يعلمه يحسن ملكاته في التفكير. أضف إلى ذلك تحدثوا عن النوادي التي من شأنها أن تعلم جزء الضجر على التلاميذ مواطنين فاعلين. إن النوادي يا سادتي لا تجبرهم على الاندماج أو الاشتراك به، فهي أوبسيونيل، معناتها اختيارية. يمكننا استعمال النوادي لصقل مواهبهم الفنية، وبذلك نكون قد اجتنبنا ظواهر العنف والتحرش. وذلك من أحد أسباب التحرش والعنف هو تلك التراكمات التي يعيشها التلميذ. يمكنه أن يخرج في نوادي فنية وليس نادي يتحدث على دعم البعد التربوي. لذلك نحن كفريق موالاة نؤكد على نص القانون الذي من شأنه أن يصنع أجيالا قادمة فاعلة ومسؤولة تقدر على صنع تونس الغد، تونس تؤمن بالديمقراطية التشاركية والمواطنة الفاعلة. وشكراً.